شهد كرام، ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث في العلاقات الدولية السيد عادل المسني. سيد عادل، مرحبا بك معنا. بداية، ما هو تعليقكم على خبر هذا التشكيل الذي سيناهض نفوذ تحالف السعودية والإمارات؟ في الحقيقة هذا تطور مهم أيضا في سياق المواجهات مع الأطماع السعودية والإماراتية والتي أصبحت صادمة لمشاعر اليمنيين. وهذا التيار يعني تم بحثه يعني منذ فترة طويلة ومن قبل كافة الأطراف السياسية والإعلامية وأيضا أطراف أيضا في الشرعية. اليوم الصورة واضحة، لم يعد أيضا يعني مسألة مواجهة الأطماع السعودية الإماراتية المتعلقة أيضا باحتلال المواقع الاستراتيجية في اليمن أيضا ومحاربة الشرعية يعني حكرا على طرف معين في اليمن. اليوم أطراف الشرعية، مجلس النواب، صقور الشرعية، وزراء محافظين وقيادات عسكرية، إلى جانب أيضا إعلاميين ومعارضة وقادة سياسيين. اليوم هنا الصورة واضحة تبلورة، اليوم تيار وطن جامع لكل القيادات السياسية والعسكرية وأطراف قلنا في فاعلة أيضا في الشرعية. كل هذه القيادات يجمعها العداء ضد هذه الإشكالات المتعلقة أيضا بالاحتلال من قبل الإمارات والسعودية، وإثارة أيضا إشكالات كبيرة تواجه أيضا الشرعية وتواجه أيضا السيادة والأرض اليمنية والتراب اليمني المتعلق أيضا بالمواقع الاستراتيجية من سقطرى إلى المخا. طيب سيد عادل، ما المتوقع من هذا الحراك؟ ما الذي يمكن أن يحققه في بصورة أدق في ظل تقلص سلطة الحكومة الشرعية وأيضا تمدد سلطة الميليشيات؟ هو من ضمن العوامل التي يعني تقوي هذا التيار هو هذه الصورة، يعني غياب الشرعية، غياب نفوذ الشرعية. لو أن الشرعية فاعلة وموجودة في الساحة ما تشكل هذا التيار. بل من الدوافع التي يعني تقوي ايضا نجاح هذا المشروع هو توغل ايضا الاطماع الاماراتيه السعوديه والتي الغت تماما الشرعيه والغت السياده اليمنيه، واثارت ايضا مخاوف كبيره تتعلق ايضا بالغاء الجمهوريه والوحده والسياده. اليوم يعني بالامس استعادت الشرعيه وفوضت التحالف ايضا في ظل ايضا انقلاب كان في الشمال. اليوم هناك انقلاب اكبر في الجنوب يتلقى دعما يعني عملاقا من دول التحالف، وايضا احتلال مباشر لهذه الدول للمواقع الاستراتيجيه في اليمن، وهذا من اهم المحفزات لهذا التيار، يعني خاصه ان هناك قلق كبير ايضا لدى كل المكونات في الساحه اليمنيه. وهذا عبرت عنه المحافظات من خلال ايضا المظاهرات الجارفه التي خرجت ايضا تطالب ايضا برفض هذه الاجندات المتعلقه ايضا بالاحتلال ودعم الانقلاب في الساحه الجنوبيه وايضا محاربه الشرعيه. وبالتالي انا اتصور بان هذه كانت نواه لهذا التيار الذي بدا يتشكل ويتمحور ايضا في اوساط اليمنية. إذن الباحث في العلاقات الدولية السيد عادل المسني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.